السلام عليكم شيخ السلام هيثم، ورحمة الله. متى يجوز للرجل أنه يطلق المرأة؟ أصلا يعني الطلاق في الشرع لا يكون إلا بعد ما الإنسان يعني يتخذ الأمور الشرعية التي أمر بها الشرع سبحانه وتعالى. يعني الطلاق هذا يأتي في المرحلة الخامسة عندنا. يعني بعض الناس يظن أن الطلاق يعني هو الحل الأول، لا، الطلاق لا يأتي إلا في المرحلة الخامسة. أولا يعني لابد من الوعظ، يعظها مو يهددها، يعني يعظها بالكتاب بالسنة، مثلا يقول لها مثلا الله سبحانه وتعالى أوصاك بي خيرا، هكذا يعني، عرفت؟ أي نعم. إذا ما صلح الوعظ ينتقل بعد هذا إلى الهجر. لكن بعض الناس يعني إذا المرأة تابت يعني مثلا وقالت خلاص انتفع معها الوعظ، ما يتركها، يذكرها. لا، الله سبحانه وتعالى يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يهجرها في المضجع ويهجرها في الكلام. في المضجع يعني يقول يعطيها ظهره. نعم، إذا انتهت خلاص انتهينا، نقفل الموضوع يعني. إذا ما انتهت بعد هذا في ضرب، لكن غير مبرح. يعني عندنا ضرب بالسواك، يظن بعض الناس ان الضرب يعني مثل ما يضرب العبد او يضرب كذا. لا، الحر العبد يقال يقرع بالعصا، والحر تكفيه الاشاره، يعني اشاره تكفيه، ليس ضرب. ضرب يعني ضرب بالسواك يا شيخ، يعني ممكن حتى يمكن اليوم اقل من السواك، الله المستعان. اذا انتهت خلاص انتهينا، والا بعد هذا ياتي بحكم من أهله وحكم من أهلها. يعني لابد أن يكون رجل قريب لها، وهو من الزوج قريب له رجل، وهذا الرجل لابد أنه يعرف الأمور التي يمكن أن يجمع بينهما، والأمور التي ما يمكن أن يبقى الزوج مع الزوجة. وهذه يعني الأمور اللي عندنا يعني هي الأمور عظيمة. طبعا الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الكبائر. إذا كان مثلا عند الزوج كبائر، إذا ما يمكن حتى ينتهي من الكبائر هذه، مثلا مخدرات، مسكرات مثلا، نعم ما يمكن. لكن لو قالت لي والله ما اشترى لي فستان أو كذا، لا، هو يستطيع يقول أنا أشتري أو كذا ويصلح بينهم. إن كان يكلم بنات مثلا، ها؟ يكلم بنات بس ما يعني ما وصل الكبيرة يعني، والله وصل هنا بس يكلم أحياناً بنات. أحيانا هذا تكليم البنات أو كذا يمكن الزوجة تكون هي السبب. فالزوجة لابد تقطع يعني دابر الشهوة على الزوج، ما تجعل يفكر في النساء، ما تجعل يفكر في كذا، ما تجعل يفتح الهاتف، لكن بصورة يعني جميلة، ما هي بصورة تكسر الهاتف أو كذا. لا، تقول ما اتفق، عندما ندخل البيت نضع الهواتف هنا، لا أنت تمسك الهاتف ولا أنا مثلاً. يعني تتجمل له، تتطيب له، كذا، تقضي على شهوتي بالعربي. تمام. آخر شيء الطلاق، ثم الطلاق تبقى في بيتها ويطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. يعني هذه المسائل يا شيخ ما هي يعني بهذه السرعة اللي تتراها في هذه الأيام، سبحان الله. يعني طلاق، الله المستعان. الحين إذا يعني صارت هوشة بسيطة ولا سوء تفاهم، أيوه، هي تقول طلقني، هو يقول لها طالق. طيب لماذا الآن الله سبحانه وتعالى وضع الطلاق بيد الزوج؟ لأن المرأة هي هكذا، تقول طلقني طلقني طلقني، إذا قلت لها طالق تبكي، تقول لماذا؟ لماذا تخون العشرة وكذا؟ إي نعم، فهي تريد يعني تشعر بحبك، برغبتك فيها وكذا، فلا تستعجل في الطلاق يا أخي. نعم، الله يجزاك الله خير يا شيخ.